تسعى إدارة بايدن إلى إعادة قراءة الوضع اليمني بصورة مختلفة عن قراءة إدارة ترامب من خلال الحذر في التعاطي مع الملفات المعقدة ولا سيما الإنسانية. بشكل جزئي ومؤقت علقت إدارة بايدن عقوبات مرتبطة بتصنيف ميليشيا الحوثي في اليمن منظمة إرهابية، وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أنها أصدرت ترخيصاً لمدة شهر يتيح بعض المعاملات المالية مع ميليشيا الحوثي في أعقاب المخاوف الدولية من أن يؤدي قرار ترامب إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن. ويحمل قرار الإعفاء المؤقت من بعض العقوبات رسالة طمأنة إلى الشركات والبنوك التي لها معاملات تجارية ومالية مع اليمن وتعتمد بشكل أساسي على الواردات، والتي أعربت عن مخاوفها من الأضرار التي ستطالها من قرار تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية. وبهذا الإجراء المرن المستند إلى الدواعي الإنسانية بحسب مؤيديه، تكون إدارة بايدن قد سارت على نهج أممي ودولي مطبق عمليا في اليمن منذ سنوات، وتكون كذلك تجنبت تداعيات قرار ترامب على المدنيين المقيمين في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي. أما الخصوم فيخشون أن يستثمر الحوثيون هذا التساهل الأمريكي لتحقيق أهداف عسكرية واقتصادية من خلال تلقي أموال من إيران وداعميها واستغلال هذا الشهر لإعادة بناء جسمها العسكري. ويرى مراقبون أن مرونة إدارة بايدن في التعامل مع الحوثيين يجب أن تخضع لمراقبة أممية لحركة الأموال داخل مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي وتأمين وصول المساعدات الإنسانية إلى اليمن، مع الأخذ بعين الاعتبار أن لا يكون القرار الأمريكي بمثابة عفو عن جرائم الحوثيين وطي صفحة ماضيهم الأسود على حساب العدالة للشعب اليمني.